السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا حلقة جديدة وهي كيفية تحميل لعبة The Lion King. حملت انا قبل كده لعبة The Lion King. اولانية هي لعبة قديمة شوية ودي تقريبا اول لعبة ظهرت، لكن اللعبة الجديدة اللي انا بتكلم عليها النهاردة هي لعبة The Lion King اللي هي بالبلاي ستيشن. الشركة حولتها لبلاي ستيشن، اساسا ما بتنزلش على البلاي ستيشن، لكن الشركة حولتها للعبة بتنزل على الكمبيوتر. حجمها اللعبة حجمها خفيف جدا، حجمها 435 ميجا، وده البرنامج بتاعها، برنامج اسمه سوني. هنحمل من زر داونلود وهنفضل مستنيين شوية لحد ما يخلص، وبعد ما ينتهي التحميل هيظهر لنا ملف اللعبة، ملف مضغوط وملف البرنامج. هنروح نستخرج اللعبة في الديسكتوب، هندوس على استخراج الى وندوس ديسكتوب، وبعد كده هندوس اوكي. بعد ما اللعبة خلصت معانا هنقوم عاملين ملف مسمينه Lion King، وهنحط فيه الملفات اللي احنا استخرجناها في الديسكتوب. نروح بقى للبرنامج، هنقوم مستخرجينه في الديسكتوب برضو. بعد ما خلص معانا البرنامج هنقوم فاتحين الملف علشان نشغل اللعبة عليه. هنقوم فاتحين البرنامج من الايقونة بتاعته وهنقفله، بس ثواني انا عايز بس اوضح حاجة، وما تقفلش الصفحة دي، خليها مفتوحة علشان لو قفلتها هيتقفل معاك البرنامج. انا في حاجة بس نسيت اقولها، البرنامج اللي مكتوب عليه تحسين جودة اللعبة ده برنامج الدايركت اكس، محدش ينسى يسطبه، لان البرنامج ده مهم جدا جدا جدا، وده له تأثير كبير جدا على البرنامج. لو مسطبتوش مش ممكن ما يفتحش معاك البرنامج، ممكن يفتحش معاك اللعبة. فرجاء يا جماعة محدش ينسى يسطب البرنامج ده، انا عن نفسي مسطبه عشان ما ينفعش يسطبه كذا مرة. نروح بقى نشوف اللعبة، هنروح نفتح اللعبة بسرعة من ملف، وبعد كده نختار اول اختيار. لازم قبل ما البرنامج يفتح نكون مشغلين اللعبة. هنروح Lion King ونختار اول اختيار من الاختيارات الموجودة دي. هنلاقي ان اللعبة اشتغلت معانا على البرنامج ومفيش فيها اي مشاكل. زي ما احنا شفنا اللعبة شغالة مفيهاش اي مشاكل. كده حلقتنا خلصت النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك كومنت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.